إذن يا مس، هلا هذا رقم 4 من البروبرتيز، تمام؟ اني كرييت ا نيو فولدر، اعمل فولدر نيم، ثيرد سب فولدر، وفورث اني اعمل انا موفينج اور كوبينج للفولدر. وهي يا مس طريقه عمل موفينج اور كوبينج للفولدر، اللي هو امر كات والامر كوبي، تمام؟ هلا يا مس لو بدنا نفتح الفولدر اللي انا اصلا سويته، هي دروس محاسبه شايفين، هي موجود فيه اللي بدي اياه. هلا مثلا انا مثلا هاد اخلق مثلا نماذج ربط الشبكه، بدي اطلعه من الفولدر احطه على سطح المكتب، بدي اعمله عمليه كت، تمام؟ موف، لانه بدي اعمل بعمل بروح عليه، بكبس على الكبسه اليمين من الفقره، بروح على كت، تمام؟ بسكر هاي النافذه، بروح على سطح المكتب على اي مكان فاضي، بعمل رايت كليك بيست، تمام؟ بعمل ريبليس، تمام؟ هي موجود انا عندي نماذج ربط الشبكه هيو، تمام؟ انا مثلا بدي اخذ اخلاقيات التعامل، رايت كليك، بعمل كوبي مثلا، بدي انسخ عنها، اوكي، بعمل على سطح المكتب، بسكر هاد، بروح على سطح المكتب، شو بعمل؟ بيست، تمام؟ شوفوا هيو نسخ لي اياه على سطح المكتب. هلا يا مس شو بدنا نعمل؟ هلا بدنا نحكي عن صفحه بيج 89 اللي هي سيرش اند فايند فيتشرز، تمام؟ اني انا بدي ابحث على فايل او فولدر انا بدي اياه موجود عندي بشكل بسرعه وبطريقه اسهل، تمام؟ هلا مثلا انا في عندي دروس محوسبه، تمام، على سطح المكتب، او مخزنته بمكان على جهاز الحاسوب انا ما بعرف وينه، تمام؟ وصعب اني ادور لاني انا بس حافظه اسمه، بس مش عارفه انا وين مخزنته، تمام؟ في عندي اشي اسمه هون تايب هير تو سيرش، شايفينه يا مس؟ بيكون على التاسك بار، تمام؟ او اذا ما كان موجود عندك هون على التاسك بار، بتروح على ستارت، موجود بيكون يا مس باسفل ستارت هون سيرش، كلمه سيرش زي صفحه 98، تمام؟ سيرش بروجرام اند فايلز بيكون مكتوب هون، تمام؟ اذا ما كانت موجوده عندك السيرش على التاسك بار شريط المهام، بكبس على ستارت، لما اكبس على ستارت بيكون موجود عندي نفس هذا المربع هون بالاسفل، شايفين هذا المربع الموجود على التاسك بار؟ بيكون زيه موجود على ستارت اول ما افتحه بالاسفل، تمام؟ باجي مثلا انا هون شو بدي اكتب؟ بدي اكتب دروس محوسبة، تمام؟ دروس محوسبة، تمام؟ أنا حافظة الاسم، تمام؟ شوفوا لما كبست دروس محوسبة طلع لي أنا الأشياء اللي بدي إياهم، تمام؟ أي إشي بتعلق بدروس المحوسبة، تمام؟ بصير أطلع أنا هون، هيو أنا هذا اللي بدي إياه، تمام؟ بكبس عليه دبل كليك، بفتح لي، شايفين كيف؟ هلا عم بفتح لي البرنامج. هاي لحظة يا مس، إذا يا مس هيو فتح لي إياه، تمام؟ هاي الطريقة الأولى إنه أنا searching with the window buttons، تمام؟ إني أنا أعمل بحث عن طريق الويندو button الموجودة هون بالأسفل، تمام؟ في عندي طريقة تانية حتى أوصل للفولدر أو الفايل اللي بدي إياه، search with window explorer عن طريق مستكشف النوافذ، اوكي. هلا انا كيف بروح يا مس عشان افتح هذا البرنامج المستكشف؟ يعني بروح على ماي كمبيوتر او ذس كمبيوتر، تمام؟ بناء على ويندوز عندك شو مسمى، تمام؟ ذس كمبيوتر هو نفسه ماي كمبيوتر، بتروح على ماي كمبيوتر بتفتحها، اوكي. في عندك لما افتح على الماي كمبيوتر، شايفين يا مس هون سيرش ذس بي سي، انه هون يا مس انا اي شيء موجود عندي على الجهاز بيكون موجود على ماي كمبيوتر، تمام؟ يعني انا اي شيء بيكون نزلته على الجهاز وما بعرف وينه او ما بدي اضيع فيه، بروح على هاي الطريقه يا مس، انها اسهل لي واسرع لي، تمام؟ هلا مثلا انا بدي ادور على صوره ماوس، اوكي، انا كنت منزله صوره ماوس، بدي ادور على صوره ماوس، هلا بكتب ماوس، تمام؟ شوفوا بيطلع لي كل كلمات الماوس اللي لها دخل بالماوس، تمام؟ انا بدي صوره الماوس، هي موجوده عندي، بكبس عليها دبل كليك، شوفوا هي فتح انا عندي الماوس، هاي بعمليه السيرش، تمام؟ مثلا انا بدي ادور على اشي تاني، باجي هون يا مس بضغط مثلا انا بدي دروس محوسبة للملف اللي عملته، اوكي، دروس محوسبة، اوكي، شوفوا هلا طلع لي اي شيء انا بتعلق بالدروس المحوسبة، تمام؟ بدي ادور انا على الاشي اللي انا بخصني، تمام؟ شوف هلا راح يطلع لي اياهم كاملين، تمام؟ هيو عم بيحمل عشان يطلع لي اي اشي بتعلق بالدروس المحوسبة، تمام؟